يا كابتن ابراهيم منور الدنيا، عامل ايه يا كابتنة؟ معانا كابتن ابراهيم سعيد نجم النجوم كلها، اللي اول حاجه لازم ابارك لك على قناه اليوتيوب، الف مبروك. دم يا ابن المعاصي، ما تحرمش منك اولا، انت عارف انا بعزك ازاي وبحبك. ده عشره سنين يا كابتن، 30 سنه وقت سنين، وانت من الناس اللي انا بحبها جدا والله. ربنا يديم المحبه يا كابتن. انت القناه اسمها ايه بقى؟ عايزك تقول اسمها للناس. ابراهيم سعيد هيما، هبقى انزلها على الكومنتس عندك. نزلها واحنا نتشرف على الفيسبوك، الناس تعرفها، وفي اليوتيوب، واحنا داعمين ليك، ووجودك على اليوتيوب يعني مكسب كبير جدا للسوشيال ميديا كلها. حبيبي يا معاطي، ما تحرمش منك، وطبعا تحياتي لكل متابعينك وعلى دماغي من فوق. الله. كابتن ابراهيم، انا شايفك النهارده عامل يعني تعقيب على رساله عندك، واحد بيقول لك ده شوقي غريب اللي كان بيعمل كل الشغل وحسن شحاته كان بركه. ده المعنى الرساله يعني، وانت رديت عليه. اتفضل. دي حقيقه، ده فعلا اللي حصل، وانا رديت طبعا، لان اولا يعني الناس كلها عارفه كابتن حسن شحاته من الشخصيات المحترمه جدا، ومن الناس اللي ما بتحبش تتكلم كتير جدا في الاعلام، بس للاسف ان في ناس تطرقت في الموضوع ده، وابتدت الموضوع يتكلم بيقللوا من قيمه وقامه كابتن حسن شحاته في فوزه ب 2006 و2008 و2010. ايوه. وده نتيجه يعني لمصلحه اشخاص معينه، وهو يعني بيعمل كده عشان خاطر يحاول يوصل للناس ان هو جامد جدا. بس خلينا نتكلم ان كابتن حسن شحاته هو اللي عمل جيل 2006 و2008 و2010. برافو عليه. دي حقيقه، دي حقيقه. واللي ينكر حاجه، اللي ينكر حاجه زي كده، حتى اللي نكر، اللي واحد من ضمن الناس اللي كانوا معاه، فده معناه، عارف ايه يا استاذ ابو المعاصي؟ ان هو ما صانش العيش والملح زي ما بيتقال، او ما صانش المكان اللي هو كان فيها مع شخص. ايوه. اخلص للمكان وتعب واجتهد وعرف ان هو يعمل جيل مختلف في 2006 و2008 و2010. ايوه. فان هو يوصل حاجه زي كده، يعني انت عارف بقى الشخصيات اللي زي دي بيتقال عليها ايه؟ يعني بس خلينا نتكلم ان كابتن حسن شحاته هو صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على كل الجيل بتاعنا، والجيل حتى اللي ظهر بعدينا. صحيح. ان هو فعلا اجتهد، وشخصيه بتعرف تتعامل مهما نختلف معاه ومهما الناس تتكلم عليه. كابتن حسن شحاته اسطوره. ايوه. بعد كابتن جوهري الله يرحمه في التدريب. طيب. يعني دي الراجل لازم ياخد حقه، وانا كنت بتمنى ان كابتن حسن شحاته هو اللي يرد، بس هو عارف ان الناس اللي حواليه والناس اللي اتعاملت معاه شخصيا عارفين ان هم هيدافعوا عنه، لان هو فعلا يستاهل ان يدافع عنه، لان فعلا الموضوع ايه يعني ايه موضوع ان هو كابتن حسن شحاته ملوش تواجد؟ يعني دي كلمه برضو عيب جدا. يعني طبعا الراجل اخلص في المكان، وكان يعني تعب واجتهد ايا كان بقى، اجتهد بافكار، اجتهد بمعامله مع الجيل بتاعتنا، بس الراجل تعب، الراجل اخلص للمكان اللي هو اللي موجود فيه، ويبدو ان هو لحد دلوقتي ما بيذلناش يا استاذ ابو المعاصي. لا بالعكس، ده بيحبكوا جدا جدا. لا مش اقصد ما ذلناش بالبطولات اللي هو خدها. لا يعني مش كل ما يطلع يقول لك انا الوحيد اللي خدته، وانا اللي عملت بطولات، وانا اللي رفعت الميداليات. ده ما بيطلعش خالص يا كابتن. انا اللي خليت مصر تطلع على المنصات. ايوه. يعني قيمه كابتن حسن شحاته بالنتائج اللي عملها، بالبطولات اللي عملها، عمره ما طلع في برامج، كل ما يطلع في برنامج او يطلع يعمل مداخله يقول لك انا الوحيد اللي طلعت مصر على المنصات التتويج. يعني ما ينفعش خالص. أيوة. يعني ايه ده؟ طيب، عاوز اسالك يا كابتن، عاوز اسالك ايه رايك في تعيين او اعاده تعيين او استمرار كابتن شوقي غريب مدربا للمنتخب الاولمبي؟ فشل. أي. فشل ذريع. اي تخبط موجود وما زال موجود، وهنفضل في الازمه دي على مدار تاريخنا. لو وصلت المرحله اللي بقت بالشكل ده، بالمحسوبيه وبالمجاملات وبالحب. كابتن شوقي غريب بقى له تقريبا من 2002 او 2001 متواجد في اتحاد الكوره. ايه وفين الجديد اللي دخل؟ مين الاشخاص الجديده اللي دخلت؟ مفيش. ممكن حضرتك تقولها لي؟ مفيش غير طارق سليمان بس مدرب حراس المرمى، محدش تاني دخل. بس كده؟ يعني هل اتحاد الكوره بقى دلوقتي في مصر كلها مفيش غير الشخص ده ومفيش غير المدرب ده؟ بقى لنا 25 سنه هو يعني هو مع كابتن محمد علي من 96 95 كان مساعد. كان مساعد لكابتن محمد علي، وبعدين مساعد لحسن شحاته. كان برضه كابتن محمد علي، انا الله يرحمه طبعا. انا على فكره كنت من ضمن المنتخبات بتاعته. كابتن شوقي غريب ما كانش ليه اي تواجد خالص على فكره. أيوة. هو عرف يطلع السلم، يعني عرف. أيوة. يطلع على اكتاف اشخاص. أيوة. على اسماء اللي هو اشتغل معاها.
اما كدور مفيش اي دور خالص الحقيقه. وناس الناس تعرف كده. هو كابتن شوقي غريب موجود في الاتحاد الكوره او في المنتخبات يعني بعلاقاته الشخصيه سواء مع هاني ابو ريده او احمد مجاهد، وموضوع تواجده ان انت تمشيه وهو بيقول لك لا العقد بتاعي خلص بقى انت اكلت. بس هو بايه؟ قال لك لا اصل العقد خلص. العقد خلص ايه؟ ما هو لازم بيخلص مع انتهاء الدوره يعني هيتنوا قاعد، ما انا لازم حد يجي يكمل. يا استاذ ابو المعاصي خلينا نتكلم ان في الفتره اللي هو كان راجع فيها كان كل بيطالب باقالته، هو اعتبر اقال. ايوه. واخد بالك؟ بس هو حفظ ماء الوزن، وده للاسف ان احنا بنوصله للشارع الرياضي ان لا احنا ما مشيناهوش. هو كده كده كان هيرجع هيمشي نفس القصه مع كابتن حسام البدري. ما كابتن حسام البدري خلينا نتكلم كنتائج عامل نتائج كويسه، بس كاداء مش زي مصر. ايوه. مفيش تطور في الكره المصريه، مفيش مواهب، مفيش فكر. هل دلوقتي كابتن شوقي غريب ايه اللي هيعمله جديد؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني هو في الشهرين دول مثلا اخترع خطه جديده واحنا ما نعرفهاش؟ لا، وندوا فرص للناس وبعدين نشوفه هو مع الفرق. يعني هو عمره ما مرن فرقه مثلا ودخل بقى المربع الذهبي او حاجه. يعني انت لو خرج بره عبايه اتحاد الكوره مش هيمسك اي فرقه. ايوه ايوه بجد والله يا استاذ المعاطي. أيوه. لو خرج بره عبايه اتحاد الكوره بدايه ان ما جالوش عروض في الصيف يا كابتن. موجود في التدريب خالص. بدايه ان ما جالوش عروض الشهرين اللي فاتوا في انديه الدوري. مين اللي يجي له ليه؟ ايوه ما هو لك تاني يا استاذ المعاطي. شوقي غريب تواجده في عبايه اتحاد الكوره هي القوة بتاعته، ده نتيجة علاقاته مع هاني أبو ريدة ومع مجاهد وأشخاص تانية من يعني واخد بالك في اتحاد الكورة نفسه اللي هو عارف تصويت موافقين. وحاجة تانية زنجادة مين اللي جاي بيمشي الكورة على مزاجه؟ زنجادة إيه دوره؟ أيوه أيوه الدور اللي زنجادة بيعمله مفيش أي حد يقدر يعمله غير زنجادة. ليه ما كان بيعمله كابتن محمود سعد؟ كان بيعمله دكتور عمرو أبو المجد، وعندنا الشيخ طه إسماعيل، وعندنا مدربين عصام كسر، وعندنا كابتن انور سلامه، وعندنا مدربين بالكوم وعلى ابو جريشه. ايوه. اقول لك على حاجه، مثلا بركات. ايوه. معوض، ما حدش يقدر يقوم بالمهمه دي؟ لا يقدروا طبعا. يقدروا صح؟ يعني في اسماء تقدر يعني. جيل كتير والناس عندها خبرات. يعني ولا هو عشان اجنبي؟ لا عشان برضو العلاقات قويه. طيب بس يعني ماشي، يبقى اذا ماشي ايه؟ علاقات. ما هي ماشيه علاقات طبعا، مش ماشيه كفاءات. لا واستاذ احمد مجاهد امبارح مصرح قال لك انت كل اللي بيهاجموا شوقي غريب ما بيدربوش. طب ما انت حضرتك عشان النوعيه اللي زيك هي اللي مش مخليه حد ياخد فرص. صحيح صحيح. الاشخاص اللي زيك هي اللي مش مديها فرص. طب انت هتحكم على فرص ازاي؟ ايوه ما دام الاشخاص موجوده ابدي. ايوه بالظبط. فين مدحت عبد الهادي؟ فين الناس اللي قدمت؟ اي انا مش عايز انسى اسماء، سمير كمونة، كابتن محمود ابو الذهب، انت فاهم قصدي؟ انا مش عايز انسى مين اللي واسامه عرابي وعادل عبد الرحمن كده. حضرتك تقول لي والله بجد انا يعني في مدربين كثر طبعا يستحقوا العمل. عماد النحاس. ايوه. كابتن احمد سامي. ايوه. رضا شحاته. ايوه. صح ولا مش صح؟ صحيح. ده علي ماهر مسك المصري صعد بالافريقيا. احمد سامي ونجومتهم ما يقدروش يعملوا الدور اللي بيعمله فنجادة. لا يقدروا طبعا. اللي بيعمله مكان شوقي غريب لا يقدروا. يقدروا يبقى قاعد مدى الحياه. هو خلاص اتحاد الكوره يطلع يقول لك ان عقد شوقي غريب مدى الحياه. ده في هنا كارثه يا كابتن. هو المجلس ده مفترض ماشي بعد شهرين، مش مفترض يصادر على مجلس الاداره اللي جاي ويجيب له حد لمده 4 سنين. طب والفلوس، الفلوس اللي هتدفع لشوقي غريب وهو قاعد في بيته؟ ده قال لك ايه يا كابتن؟ قال لك بياخد هيخفض مرتبه 50% بدل 552. طب ما اذا انت بتعترف انه عواطلي مش عارف يشتغل في حته ثانيه. بس انا اسال سؤال، والفلوس اللي هتدفع لشوقي غريب دي هو ما بيعملش حاجه؟ واحد خد مرتبه في وهو قاعد في البيت. ايوه صحيح. ما فيش شغل. حاسب ده فلوس دي طالع عليه. صحيح صحيح صحيح. قول لي يا كابتن، في حاجه مش مظبوطه يا زبل المعاصي؟ طبعا في حاجه مش مظبوطه. كابتن ابراهيم عاوز اروح مع اكيد فاهم قصدي، فاهم الدنيا ماشيه. كل مصر فاهمه يا كابتن، كل مصر فاهم. طب الناس دي فوق الحساب؟ ما انا ما اعرفش بقى مين يحاسبهم الصراحه. قول لي مين يحاسبهم؟ كلهم هيتحاسبوا ان شاء الله. ان شاء الله. انا ظني ان الحساب بتاعهم هيبقى من جهه اعلى من وزير شباب الرياض. والله بص انا بص يا استاذ المعاصي، لان الوزير مش عارف حاط ايده في المايه البارده ليه. والله انا ما اعرف
يعني المفروض ان يبقى في رقابه على ويبقى في احترام للغضب الشعبي اللي موجود تجاه شوقي غريب، يبقى في احترام. ويا استاذ عبد المعطي في حاجه ثانيه انا عايز اقول لك حاجه لحاجه، يعني الحمد لله الحمد لله البلد بتاعتنا الحمد لله في تطور بشكل غير ما شاء الله تبارك الله. طب احنا جينا على الحته الاهم اللي ظاهره للناس اللي هي الاهم دي الكره دي العشق للناس من اول صحيح. اصدر واحد لاكبر واحد حتى صحيح. حتى السيدات بقى دلوقتي بيتابعوا كوره وكل الناس، يعني كانت الاول الموضوع منظوم يعني رايح لحته الشباب وكده، دلوقتي بقى المجتمع في العالم كله بيتابع كوره. ايوه احنا جينا على الحته دي اللي هي الاهم اللي فعلا بتعمل تسويق لبلدنا صحيح. جينا على الحته دي وقفت، هل الاشخاص دول ابديين؟ هل الاشخاص دي خلاص ما هم بس اللي موجودين على الساحه، سواء مدربين سواء رؤساء سواء لجان، الاسماء هي اللي رجعت؟ ايه التجديد؟ هل انتوا بتدوهم راحه مثلا اجازه؟ انا كده اللي انا روح صيف وتعالى اليوم اجازه سنويه خدوا اجازه راحوا صيفوا وجم صح اجازه سنويه بيتفسحوا ويرجعوا تاني. أيوة. عشان كده لما بيرجعوا ما بيدوكوش شيء. طيب. لان هو عارف هيمشي وهيرجع تاني. ايوه صحيح. كابتن ابراهيم عاوز اسالك سؤال جميل نرجع بيه ونرد بالاعتبار لواحد من عمالقه التدريب زي كابتن حسن شحات. جابك في منتخب مصر 2006 عشان تلعب على دروجبا وصامويل ايتو والعمالقه عمالقه الكره في العالم وتحدى بيك الدنيا. النهارده عاوزين نعرف ايه اللي دار بينك وبينه ده انت يعني، وكان كل النقاد يقولوا لا وابراهيم سعيد لا، وقال لهم انا جيب ابراهيم سعيد وحسام حسن انت وحسام حسن الصراحه وهو تحدى بيكوا الدنيا. اولا دي حاجه تحسب لكابتن حسن شحاته وتحسب لنا شخصيا طبعا. انا استاذ عبد الوهاب انت الحمد لله عشرتني الحمد لله التاريخ من وانا صغير تقريبا. ايوه معاك من وانت صغير من اول ما طلعت في الاهلي 16 سنه وتقريبا انت حضرتني من ايام ما كنت في الناشئين النادي الاهلي. ايوه طبعا 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 احنا مش جداد على بعض. لا طبعا انا من الشخصيه اللي بتحب التحدي جدا. ايوه الصعب. انت امكاناتك يا ابراهيم لو موجوده النهارده اقسم بالله في الدوري الانجليزي وانت حاطط رجل على رجل اقسم بالله. خلاني اتكلم ان الزمن اختلف. ايوه هل دلوقتي صوره ابراهيم سعيد قدام الناس زي صورتي قبل كده قدام الناس؟ لا طبعا اختلف. اختلف طبعا اختلف لان دلوقتي اتحسن الناس بتابع معاهم برد عليهم. أيوه. السوشيال ميديا برضه فرقت بشكل كبير جدا معايا. أيوه. وهو دي طبيعتي وهي دي أيوه. حقيقتي على فكره انا أيوه. ما اتغيرت. ايوه وانا صغير لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي هي نفس الشخصيه بتاعتي بس أيوة. للاسف في الوقت اللي انا كنت متواجد فيه ما كانش فيه اي سبل دفاع ان انا ادافع عن نفسي بيها. ايوه كانت الجزء الاعلامي كان قليل وانت حضرتك تعلم كده صحيح سواء صحافه او برامج ما كانش في حتى في فضائيات ما كانش فيه قنوات اصلا. ايوه بالظبط ايوه وكان اللي بيتابع البرامج الرياضيه فئه معينه صحيح صحيح صحيح. فدلوقتي الموضوع اختلف الحمد لله. الواحد ايه اللي دار بينك بقى وبين كابتن حسن لما جابك اول قعده؟ بص هو اول قعده طبعا كان متخوف على فكره وكان في كلام ان انا مش هبقى موجود في المعسكر. ايوه بس الحمد لله كان هو عنده ثقه كبيره جدا فيا وقعد معايا وحصلت قعده كده ما بيني وما بينه. ايوه ربنا خالص على فكره. ايوه قال لي بص هي الدنيا كلها ضدك وكل الدنيا كلها مش عايزك تبقى موجود في المنتخب. ايوه انا هقف قصاد الناس دي كلها بس هطلب منك طلب. ايوه ما تخذلنيش. ايوه والله بجد دي الكلمه اللي اتقالت لي. قلت له حسن العمر ما حد وقف معايا. ايوه وراهن عليا غير الحمد لله لما بيكسب. الحمد لله تقريبا في البطوله دي انا خدت يعني ما شاء الله من احسن اللعيبه اللي في البطوله. فكر الناس لعبت على مين بقى في كل البطوله من البدايه للنهايه الفراوده. ناس كتيره جدا هارونا كوني دروبا. مين تاني؟ صامويل ايتو. لا كاميرون ما لعبتش ضد الكاميرون. كاميرون ما لعبناهاش. في اسماء تقيله كانت موجوده خد بالك اسماء تقيله. اسمه ايه ده بتاع السنغال ده؟ عبده ضيوف. الحاج ضيوف. حاج ضيوف كان في اسماء كتيره جدا الواحد يعني تقريبا حاج ضيوف ما كانش موجود في 2006 الظاهر. والله ما انا فاكر. خد بالك احنا برضه دي فتره يعني كانت البطوله كانت جامده كان ابرز واحد فيها صامويل ايتو ودروجبا واحنا يعني لان دول كانوا هدافين العالم. اسماء تانية على فكره اسماء كتيره جدا. ايوه ومنتخب ليبيا لعبت قصاد طارق التاب. ايوه في المغرب برضو كان في اسماء تقيله برضو مش متذكرها صحيح. يعني خد بالك قوه المنتخبات كانت في بطوله 2006 كل منتخب فيه قوه غير طبيعيه صحيح.
صحيح. بس الحمد لله بالاصرار بتاعنا وبالمجموعه اللي كانت موجوده وبرده اجتهاد كابتن حسن شحاته معانا ان هو عارف يعمل توليفه كويسه واسماء مقاتله في المكان. طبعا تواجد الجماهير هو ده اللي فرق معانا جدا، عشان كده حصل سلسله الانتصارات في 2006 و2008 و2010 كلنا كنا بنكمل بعض. طيب عاوز اسال بس المصلحه مصلحه المنتخب دلوقتي بقى منتخب مصر اي حد بيلعب فيه واي حد يمسكه واي حد يدربه معاك علاقات هتمسك منتخب مصر. صحيح للاسف معاك علاقات هتبقى لاعب منتخب مصر. صحيح شفنا وصلنا لمرحله ناس قبل المعاصي. لا 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 مرحله واقعه جدا 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 جدا، والسبب ان الـ الناس اللي موجودين دلوقتي ستاره واذرع خفيه للمهندس هنا بوريدا اللي بيدفع مصر مسألة استقالته بعد فضيحة 2019. والله ما عملش حاجة 2019 ما عملش حاجة. يعني بطولاتنا بطولاتنا كسبناها مع المرحوم سمير زاهر وعملنا حاجة حتى لما تقدمنا لكأس العالم خدنا صفر. ايوه ايوه يعني هو وصل للناس في الفيفا ووضع ووضع الرياضي هو عمل لنا ايه؟ ايه اللي بيعمله لنا اصلا؟ يكفي الاضافه اللي اتعملت لمصر. يكفي حاله الغضب الشعبي اللي موجوده دي، الناس بتحس باللي بيشتغل من اللي ما بيشتغلش. فالناس دلوقتي كلها ضد هنا بوريده واحمد مجاهد بسبب قرار شوقي غريب مثلا. ولو استمروا كده على فكره خد بالك والله شفت الكره المصريه احنا وصلنا لمرحله بقت عامله ازاي؟ تصنيفنا بقى عامل ازاي؟ سيء بعد ما كنا التاسع على العالم. الاسوء لم ياتي بعد. ربنا يلطف قدام ليبيا يا كابتن. ربنا يسترها. صح آمين. والله فعلا. عاوز اسالك سؤال يا كابتن. في البدايه طبعا مش هنقدر نقيم النهارده بس هيبان الشكل العام. لا والراجل ما ينفع يعني كتر الف خيره اسم كبير واسم عالمي بس الوقت بالنسبه له. عاوز اسالك سؤال يا كابتن. ايه رايك في دلوقتي مفترض موسيماني يوم 13 اكتوبر يتم تمديد عقده بموافقه الطرفين، وانا قلت النهارده ان كابتن الخطيب موافق على تمديد عقده وانه مستمر مع النادي الاهلي الى حين الموسم الثاني يعني. رأي حضرتك ايه في هذا القرار؟ لازم يكمل. لازم يكمل. طبعا. ليه بقى؟ كوضع استقرار واخد بالك واستقرار للنادي يعني قرار الكابتن صح. استقرار كإدارة لازم يبقى متواجد. ايوه. دي حقيقة، رغم ان بعيد عن الأداء وبعيد عن الشكل بس أي قرار يتاخد دلوقتي عكس كده مش هيبقى فيه استقرار شوية، لأن مين البديل اللي جاي؟ هل لو في بديل أفضل منه؟ مفيش مشكلة. ايه مميزاته الفنية ككوتش وايه عيوبه؟ يعني احنا بص خلينا نتكلم هو يعني موضوع مختلف تماما لما كان سان داون ولما جه في مصر. طبعا خلينا نتكلم ان الكرة المصرية والامكانيات اللي موجودة معاه اسماء كتيرة جدا بس هو مش عارف يستغلها كويس. ايوه. هي دي النقطة. مش خلينا نتكلم برضه في نقطة والأهم ودي اللي أثرت عليه في الفترة الأخيرة. ان معروف المساعد اللي يقدر يساعده. ودي انا لاحظتها على موسيماني في الفتره الاخيره. التفكير بتاعه في التغييرات والتفكير بتاعه على اداره الماتش متاخر شويه. ايوه. فهو ينقصه بس ان يبقى معاه مساعد مدرب ليه يبقى كويس. يعرف يدير الماتش، يعرف يبقى ليه رؤيه يقدر يساعد في حاجات كتير جدا، لان انا لاحظتها في الفتره الاخيره التفكير بتاعه مع اداره المباريات بسيط شويه. ايوه. في الفترة الأخيرة ضد معاصي. لكن طب أنا ملاحظ عيب صححولي إن هو تسبب في خسارة النادي الأهلي لبعض النقاط بعدم قدرته على إدارة المباراة النهاية، يعني الجونة مثلا يبقى كسبان 3-1 يتعادل، البنك الأهلي يبقى بسهولة. هو في الفترة الأخيرة عنده معرفش ممكن يكون حاسس بعدم استقرار، حاسس إنه ممكن يمشي، هل في قريب بتجيله وناس بتكلمه ده شيء طبيعي؟ هو مش مركز. أعتقد إن هو تجديد الثقة ليه. ايوه اعتقد ان هو خلاص هيبقى تركيزه اكتر مع النادي الاهلي في الفترة. الفتره الاخيره كان في كلام ماشي رايح هيمسك فريق جنوب منتخب جنوب افريقيا، كان في اقاويل كتيره جدا يعني واخد بالك. احسن مدافعين في مصر مين؟ اثر عليه حتى هو نفسه هتلاقي ممكن ما كانش عنده يعني موضوع اتزان شويه في قصه ان انا اقعد ولا امشي، يعني التردد ده هو اللي اثر عليه في الفتره الاخيره. طيب احسن مدافعين في مصر في رايك مين في قلب الدفاع في مركزه؟ الونش. ومين تاني؟ لما بيبقى كويس جدا ومركز بيبقى ايمن اشرف لما بيركز. لما بيركز. وايه رايك في اداء بدري بنون؟ لعيب كويس جدا بينقصه بعض الحاجات كده لو اشتغل عليها يبقى من احسن المدافعين. ايه بقى؟ ال يا اقول لك العرضيات في الاكتر حاجه يعني الاوفرات لان هو بيعتمد على الطول بتاعه في الماتش.
يعني بيعتمد على الطول بتاعه، اما ككوره بيلعب كوره كويس قوي. ايوه يعني اللعيبه اللي تلعب الكوره من يبني هجمه، تلعب الكوره كويس قوي. أي. يعني محطه كويسه من الخلف يقدر يبدا هجمه كويسه. أي. هو يكون في بس مرونه، ودي لو اشتغل عليها، والمرونه دي خد بالك دي شغل بدني. ايوه ما يعتمدش على الثقه الزياده بتاعته. أي. الكرات العرضيه، لان هي دي المشكله بتاعته، هو الطول بتاعه بيعتمد عليه، فهي دي اللي بتاثر عليه جامد جدا. طيب هنشوف كابتن ابراهيم سعيد مع ميدو في المحور لو راح المحور. بص انا بالنسبه لي اولا انا مبسوط ان انا تواجدي مع ميدو طبعا اخ ليا وصديق ملاعب، واعتقد الحمد لله يعني في كيمياء كبيره جدا ما بيني وما بينه ما شاء الله، ان انا اتكلم فيها. بتكلم مع حد اعلامي بس لاعب كوره. صحيح، هو عامل اضافه بيعرف يربط ما بين الاثنين. ايوه انت بتتكلم مع حد اعلاميا وفي نفس الوضع لعيب كوره. صحيح، هو اقدر اوصل له المعلومه ويقدر يوصل لي المعلومه، وبيقدر يفتح لك مناطق تتكلم فيها تظهر فيها قدراتك. والله ما انا بقول لك الاول احنا اصدقاء ما بيقطعكش. نفس الوضع هو اعلامي يعني بيعرف يدير الحوار كويس. ايوه حتى لما بتكلم معاه في كوره انا خلاص واثق ان اللي قدامي هيفهمني. ايوه يعني في كلمه ما بيننا بين بعض كويس. طبعا بتمنى له التوفيق سواء محور او في النهار. في الاول والاخر انا ليا ان انا ابقى متواجد في مكانه، اخد الحريه بتاعتي واقدر اتكلم واعبر بحريه، ما بقاش مقيد. وجه رساله الى رضا عبد العال، اخر سؤال. والله بص انا حزين طبعا على الموقف اللي انا سمعت النهارده كده في الاعلام ان هو عنده مشكله، بتمنى ان هو يحلها. اللي هو الشرط الجزائي بتاع النهار، واخد بالك؟ ما بزعلش من حد، بتمنى له التوفيق، وهو على المستوى الشخصي طيب جدا، بس ده اللي انا اقدر اقوله. بتمنى ربنا يفك ازمته ويحل المشكله بتاعته ان شاء الله. هنعمل انا وانت لايف مشترك على قناه ابراهيم سعيد على اليوتيوب وعلى نجم الجماهير مع بعض كده في يوم، والناس كلها تعرف القناه بتاعتك وكل الدعم ليك، وحطها في الكومنتات يا كابتن. وشاكر لحضرتك وبالتوفيق، وانت اضافه الى اليوتيوب والسوشيال ميديا واضافه الى البرامج التلفزيونيه. كل متابعينك وعلى راسي وفوق، وسعيد ان انا كنت معاك. ده شرف ليا يا كابتن، شرف ليا. في امان الله، مع السلامه. كان معانا كده.